اجتماعيه، ابدو يا ربك. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه. يا رب كلامك قرآنك سيد عمل كرنا في جمالا موفق في موال النوم سمانرا موفق في حضر قدرنا حتى قيامتنا قرآن نفتني ve sebebi ridat cemaatun nakfidat tam da yaran mükemmel. Seyda Koy ne yazıydı? Mikrofonu bir haberden net verin. Ben şuna on mümin ev kesin ki li emanatihim li emanati hurat ki hati emanet kirin juara te de eminin gerevi işane kabici binin ve adihim سوز خره و عون رعایت امانت و عهد خود یعنی سوز خود ناشکنه از امانت خراجی خیانت ناکن اب تکیه دی امانتی برنجی امانت اولدن خدا دایم امانت این آزنده گره امید بناه به امری خودی ده خلامش و تشتی کو طاعت و عبادت خدا رسل ما فرض کرنا تشتی کو تیه بکن امانت تشتی کو من عام مکریه امانت دو کرنی دا وجوبه گرم بکن دن کرنی دا جنهیه گرم خودی محافظه بکن خدا من موفق که انشاءالله و سوزه کم دن جیوی سوزه خرا فدی در کردن بچیدی و خوری حاتیه خوندن لی اماناتیم ناتی خوام لی امانتیم به مفردیاتی خود سمی شیء المؤتمن علیه والمعاهد علیه امانت شیء المؤتمن علیه والمعاهد علیه سمی امانتا وعدا او تشتیق امین تی عقد امانتی لسری چیم ويا عقد معاهدتي لسري تشيبية أحد لسري تشيبية ناظر دانينة يعني مؤتمن عليه ومتعاقد عليه ناظر دانينة أمانة وعهد يعني تسمية بمصدري كرنا تسمية كرنا بمصدري وإنه جذي معنى يقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلية فضاء أمر واتك أدون أدى بكم تسليم بكم أمانات يعني أو أمانات إذا تخمن بكم كليتا كعبية عبد الله حضرت علي رضي الله عنه جوی میکه کلید دستی دا بیجه بزوره دستینه پاچه گفیه هم تنازل دبه تکرار دیچه تسیمی میدی که دفه دا جی امانات تا بیه گوتنه سوره نیسا دا وقال خدا دیسا گوتیه و تخون و امانات کن گوتیه یعنی که کون خیانتی بخده و برسولی و رابکن ون بخیانتی او تشيك وند حقي ويدا امين ون عطنا امين ديران دن ون دويدا خيانتي تكن دا امانتي خدا ون خيانتي تكن درانيكا هرسي آيات داجي حتى هرچار آيات داجي هرسي آيات داجي امانت بمعنى او تشيك ومؤتمن عليه مرف هاتي امين ديران دن تري آشیوی راحته گمتنه چه گمتنه امانت هر سید آیت داده چه امانت دیه خلامش دید و اینما تؤد العیون للمعاهد امانت امین بونه مرو امین بونه ادا ناکه دستیمی خودیه و ناکه بلکی کتشی کتاتیه داین جمعه را امانت کرن جمعه را مرو یا تسلیم دیگه وإنما تؤدى العيون للمعاني
يكو عين ذاتن او دي ادا كرني ببال خدي خدا تشتكو معانينا ناي ادا كرني و يخان المؤتمن عليه للأمانة مؤتمن عليه ايكو هاتي من ديران لسري او دي خيانة كرني خيانة أمانة دخو خيانة أمانة نايبوتني يعني أمين أو أمانة دخو خاينة نايبوتني إيكم تمنوا علي وقتك وي حقي أجر بجين إلى وي صورني بسالما نكا بجين نينا ندى خديوي وفياوي طاعتي نكا أغيانك أو مؤتمن عليه أو خاين دبانك أو أمانة دبا خاين لا الأمانة في نفسها يعني أمانة نفسها خدا نابخاي يدبك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون معنى كلمة راعون كيه والراعي القائم على الشيء بحفظ وإصلاح راعي شبان دمك وكيد حديث كي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ده كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته راعيته وتنجئك وقائمة للسر تشتكي بمحافظه وبإصلاحه يعني نفس أولارا حكم أولارا أم راعينا شكد بن دسمد جبدان ماج اهل ما ام جوان شروم لينا وشم حافظه وان ويصلح وان شو بصل حن قولي خدا امر بك يرى وياواي مداخلات وكي بوهاي يصلح بك بوهاي بدنا شكر ارنا كراعي الغنم وراعي الرعية وكي شراني بس دبا وهكذا راعي أمر مزن إدارجي ملتي إك إدارة ملتي دكا أو يجي مسؤول صلاحيتاوي وجه محافظاوي وقتك كنت تدا صلاحيتي ويهبه ومحافظاوي هبه بجين هنا أو راعي أو خيانتي وي ملتي خيانتي تشتكو خطا كبيرة وظيفة وي أوي وظيفة بجناينة خيانة اشتراك بأمر خطارتك ويقال إيقوتن من راعي هذا الشيء إيقو راعي تشتيكية يعني معنى الشيء أي متولي إيقو في تشتيد بني دستي ودايا لبني تصرفات ياوي دا كتيرا تصرف دكا متصرفي دي تشتي كيا خدي وكيا يعني تقولتن كو راعي وكيا ياوي تقول ويحتمل العموم في كل ما ائتمن عليه وعهد من جهة الله عز وجل ومن جهة الخلق احتمالك عمومك احتمال عموما بكل ما اؤتمن عليه بكل وما يكون انسان والاراخ تدا هاتنا امانة كرني للسري خطالة وي امانة تسليمي وان كرية جبدنا وان عقل وان فكر وان بندس وان شتكت دمالا وندا وهكذا بن رعيا وندا بن يونتما وندا وعهدوا هاتنا معهد كبني سوز كرني من جهة الله اشترف خدي ده وهاتنا من كرني السري خدي ده يوان وياخد اشترف خدي ده هاتنا معهد كبني السري بريطالة سوز جوان سندية كوني أو هاب بيا ويحا سرباز كن بيا ويا واب كن وياخذ شي من جهة الخلق جهة مخلوق إذا هاتبن
امين كرني ومعاهده كني السريد دبك ديوايبه ويحتمل العموم والخصوص احتمالا ايات احتمالا خصوصي دبك خاص به خاص تشلبه فيما حملوه من امانات الناس وعهودهم دوي مايكو انسانا تحملا ويكرتيك شخرا كريتا حملة بار يك جي امانتي انسانا و احدي كو انسانا رادانا سوزي كو انسانا رادابا دلبكو خصوصا خصوصا وانا ويا تابا تاني دابا هما اساسو راشتي كو جي ايتي تي فمكرني پشتی که واسم و منی کامله او واسم منی کامل دکه لازمه خو هم اوان امانت و عهد کشتراف خوده دا و اشتراف مخلوق دا هر بیا دا جی یکلمیشی سر و ناطیه کرنی گره دوان آنک هر بیا دا جی گره سالم بن امین و گره دوان عهدا جی بینن دوان دا خیانت نکن اویاد بجم یا ربی تمام موافق بكي وان تشتيك تكريا من دست ما تمام موافق بكي كاموان عهدو أمانة تا بجيبين رجع قيامتنا ما في شرق نزارو وشرمينا دي كرني يا ربي آمين فالذين هم مؤمن خالص اوان مؤمن خلاصي اوان انسان كي على صلواتهم سل المجخو يحافظون سل المجخو محافظكار يعني وقتوي تاتيوي تدرعيوي اگر چبن شتكو ميجو فضا جبو خدية جب خدا دا هاتية امر كرني جا رسولي ويدا جهاتيا كرني كش حديثي پیغمبر دا جهاتنا روايات كرني بحديثي صحيح اجوان را محافظة كارن ترك اواناك وي اوان وقل بي دقيراتنا دا على صلواتهم نا تخوندني على صلاتهم بمفرتيها تخوند فإن قلت تببجي كيف كرر ذكر الصلاة أولا وآخرا النخلة عول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أولا خلاص بنا وان من يكد لميجا خدا دخشوعي دا خشوعي لميج كنا وانا خلاص يدنا دي بيدا هنكي وصف منا قوتن قوتن ودها أنصون قوكي الذين على صلاتهم هم خاشعون هم يحافظون يعني وصي وان دلميجا خدا هم خشو وهم جي محافظة كروخي دلميجا بن اهلي خلاصينا شما جي اوصاف منا صادجة دوحة باجي هادو جي الهي بالميجنا شما وانا هنكا دا تكرار كرني القرآن جبوتي انديا فامكن قلت لهي بيجم اما ذكراني مختلفاني فليس بتكرير أب الذين هم على صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أبانا الدحب ذكري جهبدو دقشكن أبانا بشيكو دقشكن نهادو ناته تكرار كرني يعني أف صلاة ويدري وعفري داري جهبدو چنا جهبدو أيدينا يعني أيدتياوان لإحتبار صلاتيننا ايريتيان باعتبار وصيته يعني اوان منع وصيته كيوانجي خشوع وصيته كيوان دنيكاجي تي محافظة كرنه وصفوا اوان مؤمنا هاتنا وصف كرنه اولا اول بالخشوع في صلاته قد افلح اول دمك خدا بعصاكم من اهل خلاصي كرت اولی که دلمیج خدا پختا که لمیج دکن بخشوع بطرس لمیج دکن درکوعی خدا سجدی خدا طاعتی خدا و آخیرا دسونه ده جیدیسات وسیوان که گو امانتی خورا و جهر هوای خورا سالمن داوی ده جی گو بالمحافظت علیه المحافظه لسل لمیج یعنی که دایما نایل الوقتا لمیج درواسوه تلمیج کی برنا
وذلك أب خشوع محافظة أب أن لا يسهو عنها جلمجي غافل ويؤدها لمجي أدا بكن في أوقاتها دوقتي ويدا وقتي لمجي هات لمجي أدا بكن ويقيم أركانها ركن ويبجيبين قايم بكن أنا حتى حديثك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكي دبي قناه مرم سر لمجي دين سرسري مرم سرسطان مرم چقدر در کوئی دا بمینی چقدر سجدا مینی اوقا گناه تتین و شاندن تو میری پر نسکی واجیه یه ویوکیلو نفوسهم و نفس خوشی توکیلا نفس خو بسبرن بیل احتمامی بیا بی احتماما بلمجی و بیما ینبغی بیما یکولایقه أن تتم به تمام بباب ويماي أوصافها وأيضا وكي أن يسمع ويؤد ويقيم ويوكل أن تساهم أو وكي جاء فقد وحدت أولا تحولت الذين في صلاتهم بمفرد قوتية ليفاد الخشوع في جنس الصلاة أي صلاة كانت تبقى فايدة بدأ خشوع المجد جنس المجد صادة فرزيتنا المجد كل المجد المجد خدا خاشع بن يعني تيجا المجد ببرام وجمعت آخرا آيات داودا وديا آيات داودا والذين على صلواتهم يحافظون بدات جمع كرني ثم لتفاد المحافظة على أعدادها جاب جبوك المحافظة صاد جلسة جلسة المجينة سر عدد المجي يعني ساي المجي دقشق المجي جي محافظة وانت دائما هذا صاد جفار دي تنينينة وهي أوان عداد وي أذن الصلوات الخمس بينج وقت فارس والوتر وتر كل مذهب حنيفي هذا واجبة والسنن المرتبة مع كل صلاة والسنة كرتبة المجنة فكي جو المجا عشرة سنة عشرة ولا ما لا خالي شرناك ولا ما لا رسول خديتكن يعني قالوا ساني برسول خديت شكري أو يعني و إذا أبالي وصلاة الجمعة لمجا جمعي والعيدين لمجا هدا أوجد مذهب حنيفي هذا واجبة والجنازة لمجا جنازة والاستسقاء لمجا باراني والكسوف والخسوف لمجا روش قرتن وهيد قرتني أظن هيد قرتن وروش قرتني ملمجيوان نكبيه أما باران مكرنا وصلاة الضحى مجا الضحى أبا كشلق وقتي رو بجين كي تكشاق بجد خشم دا كل بجين والتهجد لمجا الشفي تهجد الشفي وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وصلاة التسبيح صلاة التسبيح جد مملكة مدى أبا كرمان جدا إيضار عيدا عيدا رمزان وعيدا قرباني تكن يعني ما رازبة ذات حديثة صلاة التسبيح داجي أغمال صلى الله عليه وسلم ها روش نبو حفتة نبو ما يعني صالة دجارة جاركي بكن قلت يا فيغمبر عليه الصلاة والسلام وصلاة الحاجة لمجا حاجة احتياج كتاب الخضاء وهبا شكرا دورك عاد سنة صلاة قضاء حاجته بك يا ربي بيشم خير الشر دا مراد دي نشاندان وخير بات جمرام يسر بك خير تتن أبات جمن دور بك ويا خد جمرام خير بكريني وغير وغير قانيكم مجوت من النوافل أثان سيدا دقا متي سيدا أبات أو تقو أو شخورة ترجيدة أو نمجة استخارة يا أزغلا موسى نمجة استخارة سيجا سيجا
ايوه انا معنى كر او لغور انا ميجا استخاره فقط انا ميجا صلاة الحاجة دي كا روايات دا نظام هي فاي تهو استخاره سيدا شكو نارا كيوي من حاجات هنك بين استخاره تمام ناف تيغوتنيا تمام هنك بيا بيا حاجات تابت بين استخاره تشكر دك مالا بابا هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون يا ربي أمج مسلمان أم جونا كار بنجي ما إيمان بتو وبيغمبر تب وحدانية تت وبرسالة بيغمبر تمانية ما يجوان بقاريني أوان من أهم الوارثو إك على السد سواء مر مالي باب مرشب مالي ودمينا مر وارثي ومالية أو بانك من وصي وان أغمونا أبانا وارثن الذين أبانا أو وارث كي وصننكي يرسون الفردوس أن على طبقات جنة وجنة الفردوس أو أنا وارث جنة الفردوس يعني وكي كمال باب وشوان هم أوان من في شكلنا في دوير الفردوس يعني دوير جنة الفردوس خالدون أبديا ويتدابن يا ربي تنصبك يا ربي أولئك أي الجامعون هذه الأوصاف آيات السري قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حتى داوية آيات الذين هم في صلاتهم على صلواتهم محافظون حتى وان وصيانك تبت وان دا أصل الموجودين أولا الجامعون لهذه الأوصاف أولا جامع وان وصفانا هم الوارثون هر إيك وارث أبد يعني إلا حصل وارث تأكيد و بجملة اسمية بتعريفة بهمة ودائكة إشارة ببالوان بيدا بضم الفصل بهمة قوتية والوارثين بتعريفة قوتية وصا تأكيد كرية يعني كصادة وصادة جنة زفانة رأي يا رب تمجيب يا رب جوا الأحقاء وإيكو حق جذي بأن يسموا وراثاً كنافي وان بيغوتني كوارثي جنة الفردوسين دون أمان هذا صادجة فانانة إيكو غيني فانانة وارثي على جنة جمارة أبجي أما أف جنة أعلى جنة أو جنة جمارة نينة ثم تبيك خوري تعالى قوه أولئك هم الوارثون أما مطلق وارث بعث وارثي كيدرين نكر إذا تبيل يعني كذا قد تعالى ترجم الوارثين بقوله ترجمة وان وارثي إكو وارثن أو أنا هر إكو وارثن تقول يا خبو ترجمة وان كر الذين يرثون الفردوس أو أنا إكو وارثي جنة الفردوس إشتا أوان مربانة فجاء خد تعالى أنية بفخامة وجذالة لإرثهم لا تخفى على الناظر موسى بتعظيم كي مزن أولئك إشارة كي موسى مزن ها وانا هنا هلا لوان بنير لوان بنير إيكو إهل إدران إيكو جذي جنة أبدية جوارا مهلا لوان بنير هم آوانا أولئك هم آوانا الوارثون إيكو هر وارثنا وانانا ذي إن ساكني والذين يرثون الفردوس أو كوي تمام ويك ومعنى الإرسي كما لا تخفى على الناظري يقول بالمزينة سريوين خفية كتقى بالتفخيمك بتعظيمك بعبارك يخشي كجي إرساوان دا وكي مالي بابي وانا خذ تعالى الدايا وان بخشكي ولا تسي خذي الدمر نوكاي بابي مروة شمكي إيه خدا ربي ما يتم من التهتنة إيه بابي مربي ليس من الدفاعي لهم تعتقد بيجي ومعنى الإرثي معنى هم الوارثون كد بيجي الذين يرثون ما مر في سورة مريم ما يكد درباس بو دي سورة مريم دا دويدا كد بي يرثوني ويرثو من آل يعقوب دويدا كد معنى وارثتي تشيه أو جمن وارثي بستينة وجاء لي يعقوب
سابيتي وسات بديبن معنا وراثتي بدا ترقص فيها. فكي تشتكي تنهي ان شل فردوسا وتيا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها دميرا فيها راجبا الفردوس شكل حلقي لفظ فردوس اذا تكلمت معنا كي تانيشي تتنا كما نفسكر يا اني لفظ ما نسيتني على تاويل جنتي تاويل فردوسي تاويل باب جنتي لفظ جنتي ذا طاية وهو فردوسي البستان الواسع الجامع لأصناف السمري أو بستان كفرية جنيشة حتى كببيجي جنيشة والجامع لأصناف السمري هل تشيل فيكي ميوة تدهي تشتي نا تنهي هل تشتدهي حديث كتاب عمرنا عليه الصلاة والسلام أن الله سبحانه وتعالى بنى جنة الفردوس وتعالى جنة الفردوس كريا لبينة من ذهب ولبينة من فضة كالبشتي وزيرة كالبشتي وزيدة وجعل خلال أرنة فجعل خلال وراء ويزيب وزيريدة المسك الأصفر هو مسك الأصفر مسا تنو تنو أو مسكيزي دورتاوان دايا وفي رواية روايتك دجي ولبينة سين يعني كربشك زيرة يك زيدة يك جي برشك برشك كربشك كربشك جي مسكا يعني كبينا خوش بينا مسكا جنة بينا خوش نوع كمسكا الدنيا ده بينا خوش دي أو مسكا مزلة أو مسكا كوتية مزلة مزلة يعني دمك حبو تنو تنو يعني وكي وصبشة وغرس فيها خدا تشكان دي دوي جنتي دا من جيد الفاكهة وجيد الريحاني جان تز تيكيا ايوا وجان تز ريحانا اون تشيك ببينن بينا خوش وانتي او انا تذك دوي جنتي دا تشكان دي امارين يابس مثلا نوران قداش ما رب كان نصيب والله دلي مداري كي يعني خوش بي